المناسبة هو هذه الذكرى العزيزة علينا، الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة للإخوان اللي حنا دائما في كل سنة بهذه المناسبة كنهبطوا للجنوب، يا إما الداخلة يا إما العيون، وأبو الإخوان إلا أن بما أن طنجة نقطة صفر البوابة الإفريقية، باش تكون واحد الملحمة هنا في مدينة طنجة ويتجمعوا الإخوان من جميع الأندية من المغرب وخارجه. نطلبوا الله إن شاء الله يكون هذا الملتقى اللي سميناه الملتقى الأول للدراجين بمدينة طنجة تكون واحد اللبنة أساسية باش نتجمعوا في المستقبل القريب إن شاء الله ويكون العدد أكثر فأكثر. كنشكروا النادي الملكي اللي استضفنا، اللي صراحة كان استقبال رائع، وكنشكركم بدوري، كنشكر المنابر الإعلامية اللي مواكبة الحدث. ولا الأندية في المغرب لا يعد ولا يحصى بحكم كاين عدة أندية في كل المدن، كاين الإخوان اللي عندهم برامج، كاين الإخوان دابا اللي في قطر كيمثلوا المغرب في الدورة 49، عاملين واحد الطواف في السعودية قطر، كاين الإخوان اللي دابا حاليا عادي راه كيستعدوا باش يهبطوا للداخلة الكركارات، الحدود ديال الكركارات بين الحدود المغربية الموريتانية. ودابا حاليا نقدر نقول لك راه أزيد ربما من 200 نادي في مدينة طنجة، كنهضر على الأندية السياحية. نعم في المغرب أزيد من 200 نادي في المغرب اللي تبارك الله بدات كتوحد الرؤية وكيتوحد العمل باش ننجحوا ان شاء الله من حسن الى احسن. عندنا فيها بمشاركه ثلاثه ديال الانديه، نادي الاتحاد الشمال للدراجات الميكانيكيه ونادي الزوارق وكذلك نادي الاتحاد الناظوري. الوغ كانت واحد الفكره اننا نجمعوا كاع كاملين باش نحتفلوا بالمسيره الخضراء، وكذلك كيتخلوا لها واحد البرنامج ديال الطواف، غادي ندوروا على المدينه القديمه للتعريف بالمآثر التاريخية وإنعاش الحركة السياحية بالمنظور الدراجات النارية، بمنظور الدراج. شوف بالعكس حنا العنصر النسوي مرحب به في الدراجات النارية، لحقاش هو كتحفيز بعد للمرأة وإعطائها واحد الفرصة أنها الناس اللي كيطلبوا المساواة، حنايا كنتساواو دابا ولاني ما غادي عمرنا ما نتساواو، الراجل كيبقى ديما راجل، غير وكان هذه هواية عندها طابع خاص بمنظور النسوي، واحد الهواية أنا بعدا كمثلا لي أنايا وهواية مني كنت صغيرة من 10 سنين وأنا كنمتطي الدراجة النارية، وكانت شاءت الأقدار أننا دابا درنا ديالنا ولينا مع الدراجين كنخرجوا كنديروا دورات كننظموا تظاهرات وكيكونوا عندنا اهداف بيان سور كيكونوا عندنا لها اهداف، ماشي غير كنخرجوا هكذا كنتساراو صافي، كيكونوا عندنا دي زوبجيكتيف كيكونوا فيها دي دون كيتعطاو للقرى النائيه للمعوزين، كيكونوا فيها ختان ديال الاطفال، كيكون فيهم مساعدات لي زورفلان دار الايتام اسمح لي، الوغ كيكونوا فيها بزاف ديال سميتو، ماشي غير نوض هز الموتور وحنايا خارجين نتساراو بمجرد اننا نتساراو، لا عندنا واحد الهدف. وهذه زياره كتجي في اطار تخليد الشعب المغربي وحنا جزء منه، وكنحتفلوا بذكرى 49 المسيره الخضراء، وكانت مبادره من نادي الشمال للدراجات الناريه وبعض الانديه الوطنيه بتنسيق منها باش تكون نقطه الالتقاء هي مدينه طنجه. كما كتعرفوا على ان كل سنه كتكون هذه الملتقيات ديال المسيره الخضراء تخليدا لها، كنا كنديروا درنا العيون، درنا السماره، درنا طنطان، درنا الدخله، درنا الكركارات، وهذه المره فكرنا بان يكون الملتقى هنا في مدينه طنجه، اولا بالتعريف اكثر بالارضيه المتواجده هنا بالنسبه للدراجين باش يزوروها، وهناك مشاركين اجانب كذلك معنا هنايا من الدول العربيه، وكنحاولوا نرسخوا هذه الملتقيات على مستوى المغرب، وكذلك كيشارك النادي ديالنا والانديه المغربيه ملتقيات الدوليه، وذلك
في إطار المساهمة في الدبلوماسية الموازية التي تقوم بها الجمعيات والنوادي سواء الرياضية أو غير الثقافية أو الاجتماعية. هي كيف قالت الحضور الكرام، فأنا ما أنا أول مغربي ولا آخر مغربي، الحمد لله المغاربة فهم معروفين بهذا الروح ديال التآزر والتآخي وروح ديال التضامن. فخير مثال غير بالأمس القريب كان زلزال الحوز اللي المغرب كامل طمن معاه. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي في غزة، فهذه راهي قضية منذ الأزل، يعني ماشي وليدة الأمس. فهذوك إخواننا تنتقاسموا معهم ماشي بنفس الكيفية ديالهم، المآسي ديالهم والمعاناة ديالهم، وما نوصلوا حتى لواحد في المئة من المعاناة ديالهم، ولكن ربي اللي عالم وداكشي باش ما قدرنا عليه الله، فاحنا تنحاولوا نديروه. المبادرات كاين جوج المبادرات، كاين المبادرة الأولى اللي كانت ديال يونيتي دو موند بوحدها، يونيتي دو موند واحد الجمعية اللي هي تتقدم المساعدات في الدول الإفريقية وخصوصا في توفير المياه الصالحة للشرب في عديد من الدول كدولة مالي ودولة غينيا. يعني هذا هو لو بخومي كونتاكت اللي كان مع هذه الجمعية، وكانوا تيقلبوا على أن هذا اللي غادي يكون في القارة الإفريقية، والحمد لله فرضات الوالدين جابتنا في هذا الطريق ديالهم وتفهمنا من الدقة الأولى. فغير الحسن الصدف أنا كنت ناوي نطلع لأوروب، كنا وين نمشي لدولة النرويج الكاب نور، واحد الوجهة اللي تمشيو لها جميع الدراجين. ومن جات هذه المبادرة فكان فحولنا الوجهة ومشينا لدولة غينيا، وكانت واحد الرحلة اللي مليئة بغير تحديات. فالحمد لله ربي دوزهم على خير، ولكن أهم حاجة هو تعرفنا على ناس، على مغاربة اللي في دول أخرى اللي قدموا لنا يد المساعدة، احنا بدورنا ما كنا محتاجين. يعني انت كانت عندك ذاك الكاب ديال بأنك تمشي تعاون الناس، إلا أنه صدقتي انت طايح تخصك المساعدة. والحمد لله يعني برضات الوالدين وربي يسر، واستطعنا بأننا نحققوا 120% من الأهداف اللي كنا مسطرين بغابوغ لا كانيوت اللي دارت الغينيا. وبون راه كيف شفتوا في القاعة دوك الصور، ما كاينش شي كلمة اللي غتقدر تعبر على الفرحة ديال دوك الناس. دوك الناس عايشين في واحد البساطة اللي تخليك تفكر بأن الله سبحانه وتعالى منعم علينا بزاف ديال النعم. هذوك الناس أبسط حاجة شافوا غير المصالح للشرب، واحد الفرحة لا توصف. فعساك حنا اللي عايشين في هاد الخيرات، في الدولة الآمنة، وأبسط حاجة تحل الروبين هي القلمة ديالك. يعني نخليك أنت تيماجيني هاد لاصين، أنا والله ما عنديش شي كلمة اللي غادي نوصف بها. أما بخصوص الإخوة ديالنا في غزة، فأون فوا جات المبادرة فسان كوليكتيف ديال الربعة ديال لي زاسوسياسيون، ومنهم لاسوسياسيون ديال هوب اللي هي كاينة في عين المكان. يعني دوك الناس عايشين في غزة تيمساكن تيمر عليهم كاع داكشي اللي تيبان لكم، يعني في التلفازة في الأخبار دوك المعاناة كاملة تحت القصف ديال الاحتلال. فدوك الناس سوغ لو تيغان هادوك هما الأبطال الحقيقيين. حنا غير واحد الحلقة صغيرة جدا ما بين هادوك الناس وفاعلين الخير، غير تنوصلوا للميساج. من الأبطال الحقيقيين اللي خصهم التشجيع هما اللي وراء الكاميرا، هما اللي تضحيوا برواحهم، تضحيوا بحياتهم باش يعطي قرعة ديال الماء. حنا راه غير تنقول كيف قلت لك، راه ميم با واحد 0.001% من داكشي اللي تيديروا دوك الناس. عندي أصدقاء اللي اي واحد تيشوف تنتمنى يترحم على الاخ سلمان، على الاخ ياسر، هادو اصدقاء ديالي في ديك شنقول لك، في ديك فين وقعوا، مهم فين وقعوا بزاف ديال الانفجارات، بزاف ديال من طرف الاحتلال. فهادو اصدقاء اللي كانوا داخل الجمعيه ديالهم واللي ضحاو برواحهم غير باش الناس يكون عندهم ابسط ظروف، يعني ابسط حقوق العيش، ابسط حقوق العيش اللي هي يشرب الماء نقي. وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا لجميع الدراجين.